كل سنه اول رمضان يعني صار عادي، صار غلا مو طبيعي. خلقوا عم يبكوا في نظر عيني وفي اولادي عم يبكوا الخلق يا اخي، ما حد معه ياكل. اشوف فطوره والله ما بعرف ايش بدي اخذ. شو اشتريت؟ ما شريت شيء، طيب فاضي هو. والله يا حجي في غلا، امبارح سعر واليوم سعر. على اليوم بشكل عام في مدينه ادلب وما حواليا ما خرجوا عامل يجيب نص كيلو لحمه. قال الجبن ما له جيب يعبوا عقيفهم. ارتفاع جنوني بالأسعار مع بداية شهر رمضان المبارك، بأول أيام الشهر الفضيل تمشي بالشارع تطلع بوجوه الخلق بتشوف كمية كبيرة من القهر والعجز والحزن بعيونهم، ما قادرين يأمنوا متطلبات بيوتهم. كيف عم تحاول الناس تتعايش مع شهر رمضان؟ وشو برأيكم السبب بارتفاع الأسعار؟ غالي أول ما في ما في مدخول. شو اشتريت؟ ما اشتريت شيء، طيب فاضي هو. ليه؟ غالي ما معنى اشتري. شو الأسعار اليوم؟ 25 بس. بعد بدي نص 5 رقوات، بعد بدي 7 رقوات ونص، هذاك اشتري. والحل ليش بدك تفطر اليوم؟ لك الحل يا الله ما بيطعمنا عملنا شوية مجدد برغر وخلصنا. عجب الأسعار تلعب مع رمضان، كل رمضان نفسه، بس هالسنة كتير. كتير كتير، مش لو من كان كتير كتير. شو سبب رأيك؟ لك شكينا أمرنا على الله وبس. لا إله إلا الله، بس ما في سبب لارتفاع الأسعار؟ في سبب بيقولوا إن الخضر بيقولوا عم يحط على المعابر، هذا اللي بيقولوا. ما بنعرف. ايه والعالم شو بدها تفطر؟ العالم صايمة حرام. لك في الله لك ابن اخوي في الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال الكفن ما له جيب يعبوا على كيفهم، الكفن ما له جيب فاضي بروح. بعين الله يا عمي، بعين الله، والله تقبل صيامك ان شاء الله يا عمي. الله يبارك فيك. فطور ان شاء الله من البطاطا وخيار. كيف ملاقي الاسعار مع بدايه رمضان؟ والله غالية. عجب كل رمضان هيك والله، بس هاي رمضان احسه فوق يعني. لباتين جرجير 15 ليره والله كثير. هو جرجير اول رمضان، كل سنه اول رمضان يعني صار عادي، صار غلا مو طبيعي. طيب ليه ما بعرف ياك والله، ما بعرف. نحن عم نسال عن ليش دول داير خرب، ليش إيه ما في إيه، مع انه كل شيء الحمد لله الله وافر، بس سبحان الله يا اخي غلا موضوع. في سحر بصير مع بدايه رمضان بنطلع الاسعار، مستحيل ابدا. كل سنه لها اسعار متفاجئه. البندوره 25، الخيار 30، على فكره يعني لحمي وفروج منع الكوسه ب 40، لحمي 400، فروج ب 150. هلا مش لاعب فليفلي حمراء دورون، لو جت كيلو ب 80 ليره الفليفلي. فليفلي 80 ليره ذهب؟ والله ب 80 ب 80 بلدي ما في رزق، بلدي ما في يا مين بيعرف شو السبب؟ السبب عم بيقولوا الخطره من هون من سوق الهار، عم ياخذوا عليهم بالدولار. بس كيف؟ ما بقى ياخذوا منهم تركع، بياخذوا منهم دولار بسوق الهال الخضرجي هون. يعني هو اجى رمضان وبلش الغلاء للمواطن، يعني مثل انا اليوم عامل يوميته 100 ليره، يوميته 100 ليره بجيب لك كيلو برتقال وبروح بخطط جلات مين؟ طبعا الله يساعد، هذا ما معه يفطر، ما معه يفطر. تصير مع مارتين ترجونيكي كله على الدولار. عزاز في ضريبي وفي جمرك عالي جدا جدا. لا عبيجي من عزاز ومن عفرين، ضريبي نسبه الضريبي عالي كثير. هذا ظلم، اقسم بالله هذا ظلم. نحن بدنا النتيجه، كيف العالم بدها تاكل؟ بدها تموت. ميتي من قلت العيش ميتي. دكان رمضان يجينا بالصيف، يا حجي رمضان. هلا ليك لفينا ودرنا حتى نلحق على رمضان؟ لفينا ودرنا وحتى نلحق على رمضان؟ ما له علاقه التجار ولا الحكومه؟ على رمضان اجى بغير وقته. بس نحن ما فينا خير لبعض. ايوه لا رمضان خير وبركه كله. في شوي من التجار هلا يا علي. ما فينا نرحم بعضنا احنا، ما فينا. هي الوضع، الضرائب اللي عم يعملوها على هدول عم تنعكس على المواطن محشوم عمي. اول حكي عندك طيب عمي، ما لازم يلتقى حل، انه مع الاقل شهر رحمي عندنا اساس انا عم بتحل. طيب طالبوا حقوق. سؤال، انا بجيب الحل من عندي، انا اليوم عامل يوميته 100 ليره بجيب للاولاد هاي كيلو موز وروحوا افطروه، يعني هذا حل؟ طيب بس نحن حكومه. شوف صورك اليوم. طيب بس نحن اليوم اشو فطوره؟ والله ما بعرف ايش بدي اخذ، كوني معي 100 ليره بجيبه. هاي يوميتي اليوم. هاي يوميتي، عرفت علي شلون؟ طيب نحن حكومه اليوم بس شاطرين نرفع الضرائب ونحط وينك حكومات، بس هات لشوف فين الرخص في الموضوع، الا بس المواطن. يا ريت لو ضل الموضوع على حاله نص مصيبه، بس في ارتفاع صار. معلش انا اليوم على اليوم بشكل عام في مدينه ادلب وما حواليا ما خرجوا عامل يجيب نص كيلو لحمه. ما خرجوا. طيب وين معناته المعيشه؟ الا بس نحن بالاسم اسلام. شو مطالب؟ شو مطالبك مشان تتعدى؟ في المراقبه، هاي المراقبه وين المراقبه في الموضوع؟ المراقبة وين في الموضوع؟ لا بس في مدير التموين بالاسم
مديرية المراقبة في الاسم. طيب اشي يعني معناته هذا في الاسم وكل مين عم يحط سعر على كيفه؟ كل مين بيحط لك سعر على كيفه بيقول لك انا كذا. روح راجع المسؤول. وين المسؤول؟ يطلع يكشفوا يدوروا هم على اسعار يراقبوا يشوفوا بس خلال هالشهر هذا الله يمضيه على خير ان شاء الله. امين. شوف صورك عم اليوم. نعم ما اعرف لسه كمان ما قررت يا شباب ما في اصعب من الواحد على السوق بقاش ما نشوفهاش بيقسم الله. الله يا رب صحه وهنا والله يتقبل صيامك يا رب ويفرج علينا كل شيء فيك على راسي. الله يبارك فيك يا عمي. كيف ملاقي هالاسعار هون؟ كيف ملاقي الاسعار؟ والله اسعار غالي اشوف غالي من هونيك بالدولار وهو بتبيع بالتركي بتربح وهو بتحطوها منيك عندهم يعني ما في عجب هالقلبه الليبي. بدك تشوف الحكومه اللي عندنا اللي عمال اللي هي امرتهم ووافقتهم على هالشيء. هلا فطنوا على رمضان؟ اه هلا فطنوا على رمضان؟ بيومين قبل بيومين ثلاثه من رمضان خل عم تبكي ما معها تاكل. شفت انا انه فجاه البندوره طلعت الخيار طلع الكليف 80 على الدولار لان نحن لازمنا دولار كل عمرنا بنشتغل بالدولار كلياتنا ربينا على الدولار. قامونا السوري حطونا التركي ورجعوا جابوا لنا دولار فثلاث عملات عينينا نشتغل ما بنعرف وقص بالمره وقص هون وقص من شو شو رجع بتكبوا ما في بيع بتجيبوا من هونيك ب 20 هون بدهم اياها ب 15 لان الخل ما معه منين بدها تجيب اكل وما حدا عمال بيرد حدا كله يا رب يسالك نفسه المهم انا جايب يكون مليان وخلي الشعب يموت ما حد يسال حدا بس انا شبع ما بحس بالجوعان خمي كل خل شبعاني ما بعرف انه هذا ما معه وهذا ميت وهذا عم يبكي وهذا عم يشحد وهذا عم يلم الزباله والله شفنا عالم ما نعرف شو تفطر اليوم بس بالله لا واحد عم يبكي يا زلمه وحق هالنعمه وحق هالنعمه عم يبكي حتى ما بدنا نحكي خلص يعني شغلي ما بدك تقول ما حد ينظر بحدا يوخا كله بس ربي يسالك نفسه وكل واحد خلص بيكون كانه بغابي نحن بحدا ما في شيء عين الله يا عمي الله يفرج عليك والله عم يبكي حق عم يبكوا في نظر عيني وفي اولادي عم يبكوا الخلق يا اخي ما حد معه ياكل ورمضان هذا بده ياكل هذا اللي عم يشرب كل النهار من الصبح للمساء من الاذان للمغرب ايش بده ياكل هذا بياكل خبز حق هاي بجوز ما صح له كمان في منه بقى ربك اعلم بالناس لا اله الا الله الله يفرج احسن شيء الله يتقبل صيامكم يا عمي ويفرج على الكل يا رب مرحبا عمي اهلا الله يعطيك العافيه اهلا وسهلا شو اخبارك شو مشتري اهلا 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 حجل شلونك شلون صحتك شو اخبارك على راسي كل هالحمص الله يسلمك يا رب شو مشتري هيك شو فطرك اليوم والله بصل على بيض بنسوي سلطه سويت شوربه يعني الواحد الحمد لله رب العالمين كيف ملاقي الاسعار عمي ايش بدنا نسوي طالب لي شيء لا اله الا الله على الله كانه طالع كثير ما والله يا حجي في غلا امبارح سعر واليوم سعر عجب احتكار هيك التجار هيك بدهم يا زلمه كل مره اساس شهر رحمي ونرحم بعض يا حجي ما في رحمي ما في ارحموا في الارض يرحمكم في السماء احنا ما عم نرحم بعضنا اذا انت ما رحمتني وانا ما رحمتك وانا ما حبيتك وانت حبيت ما بمشي الحال هالشيء هذا مو موجود طيب بس هذا والله جريمه انه العالم صايمه وبتحب تاكل اكلي بيجي بترتفع اليوم الاسعار بشكل مو طبيعي الحمد لله على كل حال الحمد لله ايش بدنا نسوي لعين الله لعين الله ما شاء الله على ابتسامتك هيك الله يبارك فيك يا عمي الله يتقبل صيامك ان شاء الله انا مبسوط بشوفتك الله يعزك يا رب الله يبارك فيك يا عمي على راسي الله يتقبل منك ان شاء الله الله يسلمك ويرجعنا كلياتنا الله يسلمك ويطول عمرك الله يسلمك يا رب حياك الله يا عمي الله يسلمك مرحبا عمي اهلا اهلا الله يتقبل صيامك ان شاء الله شو مشتري هيك والله مشتري ملفوفي وبطيخات شو فطورك اليوم والله يعملوا فروج وبطاطا ايه وفتوش الله يتقبل يا رب الله كيف ملاقي الاسعار مع بدايه رمضان والله غالي يا اخي غالي لك خبيك يا شيخ ولا عمي والله غالي يا اخي عجب هيك كل رمضان وهال ما في شغل ما في عمل ما في شيء ما في شيء طيب ما في شغل امر الله يضل السعر على حاله ليش عم يطلع اي والله يا يعني بيلعب التاجر هاي لعبه التاجره مو لعبتنا نحن مرحبا عمي كيف حالك الله يتقبل يا رب شو شد البطاطا ها شد كيلو البطاطا 10 ليرات ما شاء والله ارخص من هناك من جوا الله يوفقك شو فطورك اليوم والله ايش ما بعرف برغل مجزره ما بعرف كيف ملاقي الاسعار مع بدايه رمضان اسعار بالنار عجب ما بعرف انا السجار طيب ما لازم شهر رحمي ونرحم بعض ما حد يرحمنا يرحمنا غير الله لا اله الا الله دعين الله يا عمي الله يتقبل صيامك ان شاء الله ويفرج علينا كل ايام الله يكرمك يا عمي السلام عليكم مرحبا عمي شو هالمعروكات هذول منظرهم ترى بشهي الله يسلمك يا رب الله يبارك فيك شو فطورك اليوم والله ما بعرف اعطيتها مصاري للمراه وشو بدها تعمل فطور ما بعرف كيف ملاقي هالاسعار عسيرة المصاري كيف ملاقي الاسعار مع بدايه والله شيء بالنار يا عم والله شيء بالنار غلا كثير طيب عجب كل رمضان عندنا نفس القصه ما بعرف والله اليوم المعروك والله غالي يعني هذا المعروق غالي يعني واحد ب 15 واثنين بربع بنبيعه
وجبار الله. شد كانت قبل؟ شد كانت قبل؟ كانت قبل بخمسة. صارت بخمستاعش. صارت بخمستاعش ونبيعها باثنين بربع. أيوة. كيف عم تدبر أمورك برمضان؟ عشان بدنا نعيش يعني. كنت بيع سهلب قبل رمضان، كنت بيع سهلب بمعروف. ايه الله يتقبل يا رب، ما شاء الله عليك. الله يسلمك يا عم. طيب شو برايك ليش الاسعار بتطلع كل رمضان بتطلع؟ والله ما بعرف، الدولار قال بيطلع لعب الدولار التركي وبعد الدولار التركي وهيك شغلات، الدولار بيلعب الدولار يلا بعين الله يا عمي. ايه. الله يتقبل صيامك ان شاء الله ويفرج علينا كل ايام. امين يا محمد، الله يبارك فيك. شو فطورك؟ فطور اليوم بدي اجيب فول 13 ليرة الوحدة، العلبة علبة 13 ليرة، وشوية زيت ومو أصلي. إيه زيت الأصلي وزيت الزيتون راح، شوية فول وشوية بصل على بندورة الحمد لله. هذا إيه بكرة كده. نعم ولا بكرة؟ ولا بكرة أبي يفرجها الله رب العالمين. ذكر في سورة المرسلات الآية رقم 25 قال رب العالمين بسورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا. الله كفاك، بس لا تطمع طلع على رقبة غيرك. لا طيب شو رايك بالاسعار معك؟ قال بقول لك هيك الاسعار. هيك هيك 25 كيلو البندوره بتجيب ثلاث بندورات. ايش بك سو ايش بيسوي لك؟ كم عدد افراد عندك؟ عندي اربعه. كم كيلو بندوره بدهم عليك؟ بدهم 5 كيلوات. ما في ما في ما في. برايك ليش مع كل رمضان بترتفع الاسعار؟ لانه ما حبينا بعضنا، لانه ما حبينا بعضنا. محمد رسول الله، الله عم يتباهى بالصحابي، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما في رحمة، ما في رحمة، ما في رحمة، ما في رحمة يا عمي، والله ما في رحمة. ما حبينا بعضنا أبدا. بعين الله يا عمي، الله يتقبل يا رب. الله يسلمك. كفر نبل؟ ها؟ أنت من كفر نبل؟ لا أنا من حمص، بس سكنت بكفر نبل. حمص، ألي حمص أم لحماتة تنتسب؟ لحمص طبعا. في حمص الأصالة وفي حماتة المعدن الأدب. والنعم. وللشآم رياحين محجلة وللعز بلد اسمها حلب. الله الله يا عمي، ما شاء الله عنك. الله يبارك فيك.